عسلامة مدام. سلمى كميمة لاباس؟ لاباس عليك؟ الحمد لله الشرف في ربي. مرحبا بيك. بيك. اخترنا اليوم باش نحكيو على فقدان المواد الغذائية كيفاش أثر على نسق حياتك اليومي. والله كيفاش أثر عليه هو كونه ديما نمشي نفركس من بقعة لبقعة، نحط برشا وقت باش نلقى على قليلة شوية سكر شوية حليب شوية قهوة، وين نلقى نشري الحقيقة، ما وين نلقى، مي ساعات تجي مدة قداش ما نشريش. أنا نحب نعرف طب بالنسبة للمواد هذه الغذائية شكون السبب فيهم؟ أنا لتو ما فهمتش شكون السبب. نورمالمون احنا كي غليو في المعيشه نتركوها الحكايه هذيك. هل لهفه المواطن مساهمه في الفقدان هذا وفي الغلاء هذا؟ مساهمه برشا برشا. ريتهم بعيني انا يدخلوا المكازان، المراه تجي وتجيب معاها اربع صغار، ما هو يعطيونا زوز بكوات فارينه، كل واحد كل اولاد ياخذوا لها زوز، ومن بعد اش تعمل بيهم انت في الدار؟ غير كي يجي بعدك ما يلقاش، علاش؟ هذه لهفه كبيره هي اللي خلات المواد مفقوده اكثر واكثر. انت مثلا كيفاش قاعده توفر فيهم المواد هذوما؟ وقل لي ساعه شنو المواد اللي بالنسبه لك انت ترى فيهم مفقودين؟ توا السكر مبدئيا، السكر هو اللي مفقود، الحليب تفقد شويه هكا نهار سنين، مره يتفقد مره يتوفر. مره يتفقد مره يتوفر. توا انا البارح مشيت الكارفور اللي في المقسم تاع سلام وخذيت ستيك حليب فيتالي، حليب فيتالي ما فماش ريحته، مفقود، الوحيد اللي مفقود برشا، يجيبوا لك الناتيلي، يجيبوا لك الديليس. كي نلقاه الحقيقة نشري ستيك. علاش نشري ستيك؟ خاطر ما نحبش نقعد عندك حليب فيتالي، عندك حليب نعرف هو الحليب الكل حليب، أما أنا جو بريفير فيتالي. والمفقود برشا شنو المفقود برشا؟ كل شيء موجود. فما حاجات ما عادش تلقاهم كيما الروز. الروز مفقود، أما جاك النهار المكازان أنا ما فقتش. تعرف اش يعملوا العباد المهمة؟ يعطيو تليفونات لك الفوندوزات يكونوا منهم. ألو الروز جاي، هيا جاي. بالمعارف. البارحة تعديت قدام كارفور اكسبريس ولا ماركيت هذاك اللي في 5 ديسمبر، يا بنتي ارمي المساك يجي على روس الخلق، شنو هو السكر؟ ما مشيتش انا ما دخلتش، سكروا الباب نتاع الكارفور سكروه، خاطر هجوم كبير باش يولي عارك راه، خاطر السكر عنده برشا مشاش برشا. المكازان في كارفور ماركيت اللي في سلام وقال لي عندنا اربع شهور ما دخلناش السكر. انا مشيت اليوم قال لي البارح جاء، قلت كيفاش نسمع انا بربي البارح جاء كيفاش نسمع ترى؟ مشكلة والله مشكلة كبيرة بصراحة. أنا نحب نعرف عليه السلعة مفقودة عليه. هكا الرئيس ما خلى ما فركس يجبد في الدبوات معبية بالمواد الغذائية ومن بعد ما راهو شيء. احنا توا قعد الخبز راهو السميد متوفر ولا؟ السميد مش متوفر. البارح وين جا باكو أنا خذيت باكو، يعطيو كان باكو مسنسين يعطيو زوج، خذيت باكو بالصدفة أنا غادي راهو بالصدفة، راهو مش نمشي بالصدفة. كي جا خديت معناها كي باش تمشي بالذمة ما تلقاش. لا 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 العطارة ساعة هذاك ما يدورش عندهم لا سمي لا فارينة لا سكر، حتى البكوات تقطع تو. باش نقول لك ربي يقدر الخير. أنت كيما المواطنات الكل اللي توصي العطار، كان جاك سميد خلي لي ولا كان جاك الزيت خلي لي. ما خديت شيء، وصيت ما خديت شيء. قلت يفرحك خلي لي اقرا لي حسابي في باك، ومن بعد قلت نسمع به الباك. يا بنتي راهو شوية كيك للأولاد خير ما نقعد نشيل لهم الكعبة كيك قد هكا ب 5000، وقت اللي أنا نقدها في الدار ما تكلفش. وفي الدار خير مدام؟ في الدار أنظف بيان سور، أنظف. في الدار ديما أنظف وخير. أوكي صحيح ميمة صحيح. حسيت هكا مش عندي باش نقول. كيفاش أثر عليك معناها الفقدان هذايا؟ والله كي جيت تشوف ما اثرش عليا، محسوب كان ما خديتش الفارينه وما نعملش شنو استحقيناها في زقوق والفارينه عندي اوروزمون جارتي عطاتني باكو، اما بقيتها ما عنديش نعمل بها لا فارينه لا سميد سكري لا القهوه نتاع الاولاد هذا السكر هكا هو. مثلا السكر مش موجود، كيفاش طيب قهوتك؟ انا بطبيعتي عند السكر ما نحطش السكر، اما اولادي وراجلي يحطوا السكر. برشا عباد تستعمل السكر. اي تفضل ايش. مثلا الحليب مش موجود والتوانسه الكل تحب قهوه صباح. انا الحقيقه ما قعدت حتى نهار ما عنديش حليب. اوروزمون كل ما نمشي ونلقى ناخذ زوز بكوات حتى نلم الحليب عندي ونولي نشرب، باش كي تفقد جمله واحده انا سلكتها. فهمت كيفاش؟ كيفاش سلكت؟ سلكتها عندي الحليب. ديجا عندك. اي ما كل مره كل ما نمشي ناخذ باكو ولا زوز باكو ولا العطار يعطيك كان باكو. فهمت؟ العطار هذا يعطيني باكو والاخر باكو، مش يخلي لي راهو بالصدفه عندك حليب عندي قولي باكو بركه يا مدام ناخذ باكو. الحمد لله وكاو الحمد لله يصبر الانسان، راهو تنجم معناتها تبعد على السكر، راهو هو السكر مرض تنجم تبعد عليه، تحط العسل غير في عسل يا ديني كان فضل. مثلا عسل حر عاد. عسل حر بيان سور، وبرا حتى العسل المغشوش شنو المشكل؟ ما هو حلو. انت مثلا عندك السكر ما يساعدكش العسل المغشوش. لا عسل لا حر
للسكر. حتى الحر ياثر عليك؟ ما يلزمنيش نكثر منه، مش كل يوم نحط. بيانسيغ مش كل يوم بيانسيغ. حسيلو ربي معانا، اش باش نقول لكم بنتي؟ ربي شويه صبر، شويه صبر، وان شاء الله ربي يفرج علينا كهو. ان شاء الله ربي يفرج علينا ان شاء الله. بيه والمواد الغذائيه الغاليه مثلا شنو؟ مثلا الزيت غلي اكثر من قبل. لا والله يرخص الزيت توا، توا دبوزه 5 لترات نتاع زيت نباتي ب 21، كانت توصل 29، كانت توصل 30، ما فهمتش كيفاش رخص. اما كالزيت المدعم راه ما فماش ريحته. راه هذيك سيين نسيوها والله يا ابني، ما عادش متوفى. نقول لك حاجه، في الجنوب اللهم صلي على النبي عليهم، انا اختي بعثت لي الروز من الجنوب، الزيت قال لك موجود في الجنوب، بنت ولد عمي ها؟ كل شيء مدعم، كل شيء. لا الروز شنو هو البكوات مدعم؟ نحكي على الزيت. الزيت المدعم موجود في تطاويل، موجود موجود. اي العطار يعبي لك بالخمسة. زيت زيتونه مثلا فما غالي. غالي زيت زيتونه 17000 وتوا هكا 19000 زيت تو سنه ما فماش زيتون. اوه تو يوصل 25. زيت زيتونه فوا دو. معناها غير طبيعي الغالي هذا. لا راه قبل ب 12 وب 10 وب 8 راه. توا ب 17000 وب 19 ياسر والله ياسر. هو شنو يصلح الزيت زاد؟ نحن رانا كسرنا من اللهفه، كسرنا. خذ خذ يترا جست للسلاطه، حتى السلاطه ما عادش تعومها بالزيت، دهنها دهناء. يا سيدي مش لازم. لازم نحن نسهل اقتصاد شويه، نقتصدوا. اقتصاد وباش تبعد على الفقدان هذايا، فهمتني؟ ما ما ما, ما تشريش انت 5 لترات وغيرك يجي ياخذ ما يلقاش حتى يترا، فهمت هذاك هو. فما غلاء في الخضروات ولا لا؟ فما فما فيش مثلا؟ والله كانت الغلاء، راه هاني نقول لك كانت توا ترخف الغلاء. وانت والبلايص راه توا نمشي بحذانا نحن في الياسمينه، الفلفل البارح شريته الحلو ب 1700 وصل بدينار مره، الفلفل المسك بدينار، كل شيء بدينار الا البطاطا ب 2000 وب 1800 سي بيان كومان. شنو؟ مثلا تو كي تلقى انت الطماطم بدينار تشري نوده طماطم ترحيها وتحطها في الكونجيلاتور. هاك الطماطم الغاليه 4900 خليني ناخذ هكا عندي انا، نجبد بالطريف وكا ونزيد نعاونها بشويه فلفل زينه تو تحمار وملهوات. انت مدام من النوع اللي تستعمل طماطم عاديه معناها نتاعنا الكعب والا طماطم حكوك؟ لو خدت طماطم حكوك الحقيقه الكعب جوست سلاطه، ولا باش عملت شي صوص نتاع بيتزا ولا حاجه كيما هكا كهو. اي تو رخصت الدنيا، تو كما كانت الدنيا وصل الفلفل الحلو ب 5000 وب 4500، الطماطم ب 3000، التوا موجودة طماطم 3500، أما كالصغيرة اللي كالزعرة. أما كل ما تدور كل ما تلقى أرخص كمان. باش أنت والبلايص، أنا شقلت لك أنت والبلايص، البلايص الشعبية رخيصة راه. البلايص الهاي سي نورمال عندهم الفلوس يغليوا عليهم. كيما الغلة بنتي، الغلة العنب ب 6000. واه يا شومي. وإلا تشريك الخوخ قد الزعرورة كاي ب 2000 وب 2500 وشطروا طيشوا. الحمد لله الحمد لله، واحد يقول الحمد لله وكهو. الحمد لله وربي صبرنا وربي قدر الخير، وان شاء الله نتاقلموا مع بعضنا، واللي عنده يعطي للي ما عندوش، هذاك هو الحكايه وكهو. انا والله جارتي عطتني باكو فرينه قبل ما نلقى الفرينه. يعطيها الصحه، مازال الخير في الدنيا. بنتها تي ما تمشي الكارفور الكبير، الكارفور الكبير هذاك اللي في المرسى موجود فيه كل شيء. هاكا الرئيس مشى له النهار. تو تقول الطماطم كانت ومن بعد مشي يشوف شكون اللي قاعد يغلي علينا في السلعه. برا شوف الروس الكبار اللي تغلي علينا، عليه مرشتونا يا رسول الله. يعطيك الصحة مدام.